يا سيد مصحصح كده يا سيد، شوف الزباين عايزه ايه. عينيا يا ريس، انا معاك ومع الزباين طبعا، وانا هسيبهم. ماشي يا معلم. فايز يا حس، نازل مصر خلاص؟ اه جهزت مرتبات؟ اه انا سلمت الكاش المصري وهنزل دهب افك بقيه فلوس من هناك. لا خليك انت. ماشي. انا هعمل كده. اتفضل يا ريس. احمد قاسم لسه ما بردش؟ انا ساعتين ثلاثه وهرجع مش متاخر. في حاجه بينك وبين قاسم يا حس؟ ده ليه بتقول كده؟ يعني حاسك كده مش تمام. انا تمام، ما تشغلش دماغك. فل، خلي بالك من الكامب. ها؟ حاضر. مش ضخم. سلام يا ريس. يا سيد زودي تلج يا سيد. يعني يا ريس التلج هيبقى موجود المرة الجاية كله هنا، ما تقلقش. قشطة. أيوه. أيوه يا أستاذ جمال. أحمد صلاح قاسم. والده وأخوه عندي هنا في المكتب. آه. طيب شكرا. للأسف مش هتقدروا تستلموا الجثة النهاردة. ليه يا فندم؟ هو خير؟ في حاجة؟ الطب الشرعي كان مستني قرار النيابة، وقرار النيابة لسه طالع دلوقتي. نيابة إيه وشرعي إيه؟ ده واحد مات في حادثة وإكرام الميت دفن. حرام عليكم! طب إيه ده بس يا فندم؟ إيه ده؟ حضرتك تشرب إيه؟ أشرب إيه يا بنتي أنت؟ أنت ما تحسيش. بقول لك ابني مات. ابني مات. ابني مات يا ناس. حرام عليكم، حرام عليكم. طب يا فندم لو سمحت عايزين نعرف ايه المشكله، في ايه بالظبط؟ يا جماعه البقال لا مش مهندس شريف الجوهري مكافحه المخدرات. حضرتك محمد؟ ايوه. البقال لا يا دكتور. ونعم بالله يا فندم. خير يا فندم؟ احنا مش فاهمين حاجه يا جماعه. احنا اسفين، احنا مش هنقدر نصرح لكم بالدفن ولا نسلمكم الجثه قبل بكره الصبح. ليه؟ اهدى يا دكتور. صلاح اصبح. انا اسف على اللي هقوله. بقالنا فترة بنحاصر تجار الكوكايين في البحر الأحمر، ووصلنا لواحد اسمه نيجرو. ونيجرو ده لما كنا هنقبض عليه هرب من إننا مسكناه في القاهرة. اللي عايز أقوله إنه نيجرو كان على علاقة بأحمد ابنك. أحمد كان بيبيع له كوكايين. كوكايين؟ ابني؟ ابني ما يعرفش الحاجات دي. تعالى يا بابا تعالى. كوكايين؟ تعالى بس. للأسف يا باشمهندس، للأسف إنه هي دي الحقيقة. إحنا كنا مراقبينهم من فترة حتى لقينا مع أحمد في الجاكيت بتاعه كوكايين. مستحيل، أحمد ابني، أحمد صلاح قاسم. مش ممكن، مش ممكن. ابني أنا تاجر مخدرات. إمبارح بالليل كان في دهب، كان مع صاحبته فرح، فرح محمود الطرابيلي. تعرفها؟ لا ما أعرفهاش. دكتور، المهم لما حاصرناه في دهب في السوق هرب منه، وبعدين في الطريق جت إشارة للنقطة وجري وراه لحد ما حصلت الحادثة. للأسف لما فتشناهم لقينا معاه ومع فرح نص كيلو كوكايين، ودي مش كمية تعاطي. مش ممكن، مش ممكن. أحمد ابني. للأسف باشمهندس، للأسف. بكرة الصبح لما الطب الشرعي يخلص شغله هنبلغك. مفيش داعي لوجودكم دلوقتي، تقدروا تتفضلوا. شكرا دكتور. معلش بفضلك لو سمحت ممكن تمديني؟ ايوه يا حسن. اه ليه بتعمل كده؟ تاجر مخدرات. مش ممكن، مش ممكن. عنوانه ايه؟ طيب لا 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 مش عايزك معايا. انا حابة اشوف ابني شويه، هروح اخده من المدرسه واقعد معاه شويه وبعدين. ماشي يا حسن، سلام. احنا ما بنعملش حاجه وحشه في حياتنا. ليه اللي بيحصل لنا ده يا ربي؟ ليه؟ سعاد يا حبيبتي، ده قضى يا حبيبتي. استغفر الله العظيم يا رب، لا اله الا الله. اللهم لا اعتراض، اللهم لا اعتراض. صعبان عليا اني ما شفتوش يا سماح، صعبان عليا اني ما شفتوش. شوفي مين يا مالها؟ اخ يا ابني، اخ يا ابني. ايوه ده بيت المهندس صلاح حاسم؟ ايوه يا فندم. المهندس صلاح حاسم موجود؟ لا بس المدام بتاعته موجوده حضرتك. مين يا مالها؟ معانا اذن النيابه بتفتيش البيت يا مدام. بتفتيش البيت ليه؟ ليه؟
تفتشوا البيت ليه؟ في ايه؟ بندور على مخدرات يا مدام. يا بسيبتي مخدرات ايه؟ ايه يا مالك؟ في ايه؟ ايه اللي حصل؟ دي مقفولة يا باشا. ممكن تفتحيها لنا؟ المفتاح مش معايا، مع احمد وابني راح. اكسروه. هو في ايه؟ معلش يا سعاد، دلوقتي روتينية. ايه دي انا اعرف، انا اعرف كل حاجه يا حبيبي يا احمد. يا حبيبي يا انت يا عم حسين، عايز تفهمني ان الشركه دي عملت لك التخرج ده من غير ما تدفع لك ولا مليم؟ بالظبط يا استاذ. بالظبط يا استاذ ازاي؟ ما قدمت شكوى في المصنع ليه؟ في المدير، في الحسابات، في اي زفت هباب. انت بتقول انك شغال بقالك 40 سنه. مظبوط يا استاذ. اصلهم زمان اول ما جابوني انا وزمايلي من البلد يعني، كانت المصانع دي كلها ملك الحكومه، وقالوا لنا ساعتها ان احنا لينا في المصانع دي زي ما للناس كلها. احنا ما قدمناش خبر بقى، جبنا حالنا ومحتالنا وجينا على هنا. راحوا واخديننا كلنا كده بربطه المعلم وحطونا في اسكان العمال في حلوان جنب المصانع. قعدنا سنين نشم في الاسمنت اللي طالع من المداخن دي وصحتنا تتبهدل. انما الحمد لله انا وعيالي فلتنا من حكايه الحياه دي. بس انا ليا زمايل بقى يعني اهاليهم وعيالهم وهم بذات نفسهم، بعد الشر عنك يعني، جالهم والعياذ بالله سرطان في جتتهم. يا ساتر يا رب. امال ايه يا استاذ؟ انما الهم اللي يضحك، ساعد ما لقيناهم جايين وبيقولوا لنا ايه؟ انتوا لازم تتبرعوا. قلنا ماشي نتبرع، ما فيهاش اي مشكله، ما دام حاجه للصالح هنقول لا ليه. بس السؤال، احنا هنتبرع لايه؟ قالوا هنعمل مستشفى لعلاج سرطان الاطفال. انا بقى قلت في عقل بالي، والله الحكومه بتاعتنا دي حكومه ناصحه. قال يجيبوا لنا هم الامراض ويعيونا وياخدوا منا فلوس يبنوا مستشفيات عشان يعالجونا فيها. المهم ما طولش عليك، بعد شويه الحكايه اتغيرت. لقينا المصانع دي بتتخصخص وبتتباع، وبقى ليها مالك جديد، والمالك في ماله يعمل ما بداله. عقودنا القديمه راحت لحالها، وسرحوني وسرحوا زمايلي من غير حتى كلمه متشكرين. بالذمه بقى ده اسمه كلام يا استاذ؟ ولا اسمه كلام ولا اسمه اي حاجه. ده انهي بلد اللي احنا عايشين فيها دي؟ يعني عقودكم راحت، يعني انت يا عم حسين كنت شغال كده في المصنع ده لله وللوطن. امال يا استاذ، انا بقول لسعادتك الحكومه هي اللي قالت لنا. معقول يعني نخون الحكومه؟ عندك حق يا عم حسين، مين يقدر يخون الحكومه؟ استاذ طارق، في حد مستني حضرتك بره ومصر يقابلك. مين ده؟ اسمه كريم. كريم ايه؟ كريم جورج. كريم جورج؟ بعد اذنك يا عم حسين. اتفضل يا استاذ. بقول لك يا داري، عايزك تعملي لعم حسين قرفه باللبن زي ما بتعملها لي بالظبط. قرفه ايه ونيله ايه؟ الراجل ده هو قاعد بقاله ساعه عمال يشرب في نسكافيه وشاي وقهوه، ده لو قاعد في كافيتيريا كان زمانه عدى المينيمم شارج. مينيمم ايه؟ شارج. ده انت عايز اشارج في نافوخك. معلش يا عم حسين، سيبك معاها بقى، ربنا يعينك. تشرب ايه يا عم حسين؟ ولا بعت اجيب لك غدا؟ حلوه فكره الغدا دي، لاني ما فطرتش.